مغسل الهند. باش تقطع الشنطه هنايا مشكله مشكله كبيره والله ما كيحبسوش. رن 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 هذه مشكله كبيره باش حلوك تقطع والله. مرحبا بكم في اكبر مغسله في الهند اللي هي هذه. عمركم سمعتوا باكبر مغسله في الهند؟ لهذا انا جيت اليوم باش نكتشفها ونوريها لكم. انا متحمسه نهبط لتحت ونشوف كيفاش اكبر مغسله في الهند. دونك يلا نكتشفوها كاملين. الناس هادو اللي هنايا كيصبنوا الحوايج ديال هاد الناس اللي ساكنين هنا. دابا من هنايا غادي ندخلوا المغسلة مباشرة. आप यहां से देख लो. अच्छा अंदर भी देख सकते हैं ना, फोटो नहीं लेने. नहीं नहीं अंदर जैसा अंदर जाए तो मुंह तो टॉल आता है. सिटी कैमरा लगे लगा. مرحبا بكم في اكبر مغسله في الهند اللي سميتها دوبي غات. دوبي غات هذه واحد المغسله كبيره هنا كيعيشوا الناس وفقراء كيعيشوا هنا. شوفوا في كيسكنوا هما الديور ديالهم وامام طون كيصبنوا هنا. كيجيبوا لهم الحوايج من مستشفيات من لي زوتيل. كيمشيو يدقوا على الناس في الديور باش يصبنوا ليهم. حيت الناس علاش كيجيبوا الحوايج هنا بزاف؟ حيت هنا رخيص بزاف. باش كتشوف كيصبنوا البيض بالبيض تجين مع التجينات. اكبر مغسله في هواء الطلق كتسمى دوبي غات. هذه البلاصه هذه كيعيشوا فيها الناس اللي فقراء كيجيو من بلايص اخرين باش يعيشوا هنا باش يترزقوا الله. هنا كيسكنوا 7000 عائله. 7000 عائله كتعيش في هذه البلاصه هذه وكيخدموا هنايا كيديروا كل شيء هنايا. جاو كيعيشوا في هذه البلاصه هذه مغسله وميم طون كيسكنوا فيها هما الديور ديالهم. الفقراء اللي هنا كيصبنوا الحوايج ديال الناس اللي اغنياء كيمشيو يدقوا على الناس في ديورهم وكيجمعوا لهم حوايج ديال الوسخ. ومن بعد 24 ساعه كيوصلوا عندهم الحوايج مصبنين محددين وكل شيء كيوصلوا للناس حتى لديورهم. كذلك السبيطارات ولي زوتيل كيجيبوا الحوايج هنايا بكميه كبيره. ها هما علاش كيجيبوا الحوايج لدوبي غات؟ حيت رخيص، حيت رخيصه بزاف. هنا اليد العامله رخيصه.
اصلا لي هاد الناس كيجيبوا حوايج هنايا وكيصبنوا بواحد الكميه كبيره. هاو ماتش ان داي؟ ديفايدد باي 30. هاي الخدامين ديال بصح عندهم تماره وهداك الشيء كامل اللي رخيص رخيص بزاف. هنا كاين الناس فقراء بزاف بزاف هنا كيخدموا وكيسكنوا وكل شيء. Profit, one day profit, around 300? 350, 350. And in rupees? In rupees. Okay, in dirhams? And how much do you work? How much do you work in the day? After the time, how much do you work in the day? How much do you work in the day? 42 dirhams in the day. وبالنسبه قال لي بالنسبه لهنا في مومباي، مومباي مدينه غاليه بزاف دونك هادشي ما قاضي ليهم والو، ما الفلوس كاع ما قاداهم، ولكن ما عندهم ما يديروا، هذه هي خدمتهم. عرفتي انا بان لكم مخربقه في الهضره حيت ما بغينا ندخلوا لهنايا. جا واحد خونا بغى ينصب علينا قال لنا الا بغيتوا تدخلوا لداخل تصوروا فيديو تعطي لي 300 روبيز عاد نخليكم تدخلوا. وتسنينا حتى مشى وحنا ندخلوا، عصبنا ما خلاناش ندخلوا. قال لي بلي هذا راه غير نصاب، راه شافنا من بعيد، شافك زعما شي من هنايا وجا بغى ينصب علينا. سو حنا خليناه مشى وحنايا دخلنا، حتى حاجه ما تغلبنا. حتى راه خطر هنايا سيرتو اللي شافوك زعما براني ولا شي حاجه صافي تشمو فيك الفلوس. يا بصح انا ما عنديش، انا نضرب عليه في عالم. Earlier they used to wash on these stall by their hands, now they use these machines. اليوم معايا اديتيا. هلو السلام عليكم. السلام عليكم. يا اديتيا كان معايا في الهوستل، هو اللي صراحه عطاني وريته باللي بغيت نجي لهاد البلاصه وعطاني معلومات كثيره وجا معايا. هاي يا جو جا معايا اديتيا. نجيب لكم النقيعات ديال الهند، نجيب لكم النقيعات. شفت لكم ديك النهار روشان، دابا اديتيا كندبر لكم على داكشي. هاي هاو ار يو؟ فاين ثانك يو. Morocco. Yeah, you know Morocco? No. No, Africa. No. Yeah. What's your name? VM. Yeah. فراسكم هنا ما كيقدروش، ما كيعرفوش سميتي. وماما كيصبنوا كيصبنوا هنايا الحوايج. المهم الحوايج كيوصلوك لدارك مصبنين محددين مطويين. شوف. شنو كتعني دوبيغات؟ دوبيغات هو هذاك المربع اللي كتشوفو وكيكون وسط منو راجل كيصب، هذاك هو كتسمى، هذاك الراجل كتسمى دوبي، هذاك المربع كتسمى غات، وذاك المربع اللي شفتو كاينين منو 7000 واحد كيصبنو فيه. تما منخرجنا من ديك البلاصه عندك خونا بغى يجي بغى يقول لنا عطينا فلوس، وهو ماشي سوقو كاع يعني غير نصاب وصافي. مي اديتيا قال لي باش نتفاداو المشاكل اللهم صافي نمشيو. واصلا دابا ملي ندخل كان وقت غدا، ما كاينينش بزاف كيصبنو. قال لي راه مشاو يتغداو. المهم انا حاولت ندخل ونشوف شنو طاري تما. اشي اشي الشمس تما سخون بزاف، يعني نشرب شي حاجه صافي. جينا للحانوت كنت غير نشرب شي حاجه. عرفتي انا شوف وجهي اشي الداخل سخون بزاف مع ديك لي ماشين سخان وصاد نزيدو الصاد ديال دوك الحوايج مايمكنش. You want to
Tisha. Hi. Hi, Tisha. Hi. Hi. ديال الثلاجة عجبوني عجبني هذا هو خديته وهذه يعني. عجبوني هذا بجوج ثانك يو هنايا شحال هذه كانوا هاد الحوايج كاملين كصبناهم غير بيديهم هذيك البلايص اللي دايرين هذاك الكات اللي دايرين بحال حنا كنقولوا حنا داك الشريج شحال هذه كان كل شيء كصبناه بيديهم ولكن هاد العام هذا يلاه دخلوا لهم لي ماشين دابا ولاو كيصبنو في لي ماشين كيف ما شفتو مي شحال هادي كان كلشي هاد الحوايج مساكن كيصبنوهم بيديهم هما كيعيشو هنايا في مومباي مومباي مدينة غالية وكيخصهم يصيفطو لوالديهم حيت شحال من واحد كيجيو من بلايص بعاد باش يسكنو هنايا عا كيكريو باش يخدمو وهاداك الفلوس واخا مكافياهمش ولكن معاونين مع الوقت وكيصبنو الحوايج للناس ويمشيو يدقو عليهم ويجيبو داكشي على كتافهم الحمد لله لهذا بهذا الشيء باش معروفه دوبي كات بهذا اكبر مغسله كاينه في الهند الطريقه التقليديه اللي كانت شحال هذه كما قلت لكم هذا الكات هذا كيصبنوا فيه بيديهم وديك الحجره راه هي كيصبنوا الحوايج شي يضربوهم مع ديك الحجره هذه هي الطريقه اللي كانت قبل كيف كيصبنوا بيديهم في هذه اللعيبات هذو ديال اكبر مغسله في الهند اكبر مغسله بشريه دابا انا نقدم لكم اديتيا اديتيا هاو ار يو ام جود ام ا ليتل تايرد بيكوز اوف ذا سن لا بيكوز اي هات يا بات توك توك ويز ماي فانز توك توك هاو اي هوب ايفري ون اوف يو كم تو انديا اتس ان انفيتيشن اي هاف ا وي هاف ا بيوتيفول كانتري بليز كم هير اند وي ار جريت هوست يو اول ويل انجوي ا لوت هلا هلا كنعرض عليكم يلا شنو كنجيب لكم ها المبيعات فيديو جاي مع شكون يكون معايا فيديو جاي تشوفوا معايا شاروخان ولا سلمان خان فهمت يا سلمان خان يا سلمان خان ماي كازن او سلمان خان از يور كان هي بلاطا او يو ار بلاينغ ويز مي يو ار ميكينغ مي ا فول قال لي كنضحكي علينا We need to cross the road. Go that side. Yeah, okay. هذه هي مومباي مومباي كبيرة بزاف كما فيها أغنى البلايص بحال اللي فيك تكون شاروخان بحال اللي فيها أفقر البلايص كاين بلايص أفقر أفقر من هذا الشيء هذا مي ما بغيتش نقيا غير نهار في مومباي بغيتش نغامر نصدق هذا الشيء قمت نمشي هو هذاك سو المهم كاين بلايص كاين بلايص زعما افقر من هذا راه هو دابا هاد البلاصه وقال لي خصنا نخرجوا دابا داك اللي تيكون فقير تبقى يشوفوا فيك واحد الشوفه يقدر يطير لك طير لك الساق يقدر يطير لك التليفون دونك راه مغامره معاكم وبصبر كنقلب لكم على البلايص ايوا هاد راك كوراك في طاكسي كبير هاي اديتيا هاي عطيت لك الطاكسي كنت نرعى الجديدة ديري معاك ديري معاك What does that mean? The song Song yeah. Arabic song Yeah, Arabic song yes. ديري معاك Yes okay. ديري معاك Yeah, I know. Yeah, ما تخرجيش التليفون كاين شفا
انا بابا شنو وريكم وليت كنغامر وليت كندخل للدروبه ما بغاش يدي شي واحد الله يسر وصافي بس ايش حبل واحد ينزل شوف شوف ها يا مين ذل كيف يا تقدر هيا طب تمشي وراي قلت انا اللي ما تسوي شيء انا حبل واحد نزلت شي عمر واحد نزلت يا يا هاي وانا لا عاون تبارك الله شحال الوحدة واحد هاي